أخبار اليوم. الدورة الرابعة لواحد من أهم الأحداث الثقافية التي تشهدها ليس فقط القاهرة ولكن مصر كما تفضل سعادة سفير أديل. كنا نتحدث منذ قليل الصديق حسن شوي وأنا عن الدورة الأولى التي انطلق المهرجان من خلالها، وأذكر أنه وتذكرون معي أنه من 4 سنوات حينما انطلقت الدورة الأولى من المهرجان انطلقت في ظروف يعني شديدة الصعوبة، ولم تتراجع سفارة الهند ولم يتراجع الأصدقاء عن إطلاق هذا المهرجان وهذا الحدث المهم. شكرا في البداية لسعادة سفير الهند بالقاهرة والسادة الحضور، وأيضا الشكر موصول للسيد جيرمان الذي جاء من مسافة بعيدة ليكون معنا متواجدا معنا في هذا المؤتمر الصحفي. لقد وصلت إلى مصر في الساعة 11 ونصف من صباح اليوم وشعرت وكأنني في بيتي الثاني أو في وطني الثاني. أنا عندما جئنا للمرة الأولى إلى مصر من 5 سنوات فنشعر في كل مرة منذ ذلك الحين وأننا نكتشف مصر للمرة الأولى، مصر بثرائها وعرقتها وتنوعها الكبير، ولعل أهم ما اكتشفناه خلال تلك الفترة هو أوجه التشابه الكبيرة التي تجمع بين شعبين الهند ومصر.